الأخ جمال، يعني شكلك الليلة مختلف عن شكلك في الكرنتينة بقى. هنا تلاقينا طبعا في المعتقل هناك. داير أقول أنا جاي هنا عشان أتكلم عن الاستفتاء عنه، والوقت ضيق. إذا اعتبرنا إن أحزاب سودانية في مباريات زي كأس العالم، اللعيبة ما بيعرف نفسهم لعبهم صح ولا كويس، أنت المتفرج رأيك شنو؟ هل الأحزاب عدلت حالة ولا ما عدلت حالة؟ فأنا بقلب السؤال لك. السؤال بتاع بنتنا ليليان، أنا سعيد يعني أسمع سؤالك. ودائما يعني زي ما قدمت أنه سام هي اللي أتاحت لي الفرصة أنه أجري أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، فالواحد بيشكركم ويعتز بكم جدا. أنا قلت إذا كان الناس يذكروا أنه الموضوع الاستفتاء بتعبيعي هو التواريخ ما صحيحة، مفروض شعب أبيي يصوت إذا حدد هو جزء من الجنوب عشان ياخد فرصة يصوت في الاستفتاء بتاع الجنوب، عشان إذا حدد أنه شمالي ما عنده فرصة يصوت. لكن لو حدد أنه هو المنطقة تابعة للجنوب، بتبقى استفتوا أنه من حقه يصوت في الاستفتاء حق تقرير المصير في جنوب السودان. القانون حصلت فيه مشكلة، القانون أنه اختلف على البروتوكول. في بروتوكول أبيي بيقول أنه الطرفين الحرب الشعبية أو حكومة السودان أو المؤتمر الوطني يحددوا من يصوت، مجتمع دينكموك والقبائل والسودانيين الآخرين. لما جد عمل القانون فرق، عمل الستيتمنت دي لـ A and B. A الناس اللي بيحق لهم التصويت، المجتمع دينكموك. B السودانيون الآخرون الذين تنطبق عليهم شروط الإقامة. هي كانت فقرة واحدة، إما كلهم تنطبق عليهم شروط الإقامة أو الطرفين ما تنطبق عليهم شروط الإقامة. والمسيرية وافقوا على بالرغم من أنهم ما توصلت، لأنه التحكيم كان بين الحكومة. المناسبة دي الأوفيشال ترمينولوجي، حكومة السودان والإس بي إل إم. يعني حتى وزير خارجية السودان، دينيالور كان قاعد في الحركة وعاملين له إس بي إل إم، والناس ده كان الاتفاق بين الطرفين، الاتفاق بين الحركة الشعبية وبين حكومة السودان، وليس بين دينكموك والمسيرية. دينكموك والمسيرية as grassroots ما قعدوا عشان يعملوا تصالحات ويعملوا اتفاق عشان الأطراف كلها تقبل بنتيجة الاستفتاء. إذا كان انضمام للجنوب، البروتوكول بتاع بيي بيدي المسيرية ودينكموك المواطنة المزدوجة. إذا كان السودان موحد، دينكموك والمسيرية يعني مواطنين في كردفان ومواطنين في بحر الغزال. وإذا السودان بقى دولتين، يبقوا مواطنين في شمال السودان ومواطنين في جنوب السودان وفق البروتوكول. بفتكر الولايات المتحدة الأمريكية ممكن تعمله، وهي عندها يعني سبيشال انفوي لرئيس الولايات المتحدة في السودان سكوت جريشن، أنه يخلوا جراس روتس يتفقوا على حاجة، الحركة الشعبية تتفق والمواطنين يتفقوا على أساس أنه تحصل ديماركيشن للباوندريز ويحصل تصويت سموث لكل الناس في الاستفتاء عشان الأطراف كلها تقبل النتيجة. إذا كان استسلموا سيريا وهم مواطنين
ما صوتوا في الاستفتاء بيبقى من الصعب يعترفوا بالنتيجة ودي بتولد مشاكل. الأخ الوال كلامه يعني قال كلام كويس جدا، لكن في جزء من كلامه أنا متفق معه. أنا ما أفتكر هنا قلت أنه حملت النتيجة، قلت لا، اللي استفتى الناس كلهم متفقين عليه باعتبار أنه وفصلته، حصل في فرانكفورت وحصل في أسمرة وحصل في اتفاقية الخرطوم، أصبح الناس كلهم كوميتد للريفراندم شود بي يعني فول فول، ده ما في خلاف. أنا ما قلت الناس ينفصلوا ولا ما ينفصلوا، ده حق، مجرد ما كان أنت أديت الناس حق أنهم يصوتوا بيبقى النتيجة محددة بسؤالين، سودان واحد ولا السودان دولتين، ما في سؤال ثالث. الناس كان بيقترحوا يمكن يكون في سؤال ثالث، السودان ايه الوحدة، اثنين الانفصال، ثلاثة الكونفدريشن مثلا، لكن الناس القانون اتفق على اثنين. إذن أنا زيه زي المواطنين الثانيين بقبل إرادة الجنوبيين إذا كانت وحدة أو كانت انفصال، لأن ده حق وأعطيه لهم، لكن أنا بفتش على حل. قلت نعمل مؤتمر نشوف الجنوبيين دايرين شنو، إذا كان أخوان الناس بيذكرون، قلت دايرين شنو، إحنا في الحالة دي مش إحنا دايرين نملي عليهم حاجة، إحنا دايرين نشوف الحل اللي بيخترعوه هم الممكن حول دون انقسام البلد ويعالج القضايا بتاعت المرارات اللي موجودة. إذا ما لقينا حل، أنا شخصيا من الناس اللي بعترف بالنتيجة الاستفتاء، إذا كان دولة واحدة لا، أنا عاوز دولة واحدة على أسس جديدة فيها كل يعني المساواة والعدالة وأي حاجة اللي حسينا بأنها فيها كده دي نحاول نعالجها ما بين يوم وليلة، لكن على برنامج نحن نتفق عليه ونضعه. إذا عملوا الجنوبيين بحر إرادتهم اتخذوا قرار للانفصال، نبتدي نعمل كيف يبقى السيبريشن ده مانجبل ويبقى الدولة في الشمال ودولة في الجنوب دولتين بيناتهم إخاء، ونحاول نحل المشاكل. وكل الكلام اللي أنا صرفته به قالوا نحن عاوزين نعمل الديماركيشن للحدود بشكل واضح والحديد الجنوبي وكذا عشان نتجنب المشاكل اللي ممكن تنتج بعد الاستفتاء. أنا يا ابني الوال مع حق الجنوبيين، أنا معترف بحق التقرير البصير قابل بالنتيجة اللي بيصلوا عليها الناس تجري بحرية كاملة بشفافية كاملة. نحن شفنا في كثير من الانتخابات وخاصة الانتخابات الأخيرة نتائج يعني فيها حولها كلام، خايفين نتيجة الاستفتاء يكون حولها كلام، عشان كده بقول الكلام ده كله للتحوط. يعني أنا ذاتي جنوبي، يعني اتولدت في مناطق التماس وعشت حياتي في مناطق التماس، ورفاقي اللي قريت معاهم، أنا ولدت ولد راعي بهايم الرواعية من المسيرية ومن الدينكو ومن النوير، نحن بنشعر نحن أقرب لبعض، ما عندي الإحساس بتاع التعاني ده، لكن أنا بدعو للوحدة لأنه شايف الفائدة في الوحدة، الوحدة الطوعية الما تفرض جهة على جهة، الوحدة القائمة على أسس فيها إنصاف. قلت نجيب التجربة العراقية نعملها، نجيب رئيس من الجنوب نقول له يا أخي في مشاكل كثيرة جدا، أنت رئيس عندك مانديت لمدة 4 أو 5 سنين، حل لنا المشاكل دي. ده كله باعتباري مواطن داير أقول رأي، ما عشان أفرض رأي. مش كويس يا رب.